تضاهي في قوتها القنبلة النووية، السلاح الأكثر فتكاً حول العالم. تستطيع محو تجمعات عسكرية بحجم 100 ملعب كرة قدم في ثوان معدودة. إعصار متفجر ما إن تسلط على معسكر أو مدينة أوكرانية حتى حولها إلى مقابر جماعية. الدرع الصاروخي لقوات القيصر البرية والذراع الطويلة التي تهدد بحرق أكبر قواعد الناتو العسكرية في نصف دقيقة فقط. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، نستعرض لك القدرات القتالية للقاذفة الأرضية تورنادو إس رفيقة القوات البرية الروسية في الحرب الأوكرانية. قاذفة صواريخ متعددة المهام كشف عنها لأول مرة عام 2007، وتعتبر أحدث راجمة صاروخية دخلت الخدمة في الجيش الروسي. تم تصميم تورنيدو بشكل أساسي لإطلاق الذخائر العنقودية والحرارية. الإعصار تورنادو تأتي بنسختين، الأولى تورنادو جي تتسلح بعشر أنابيب إطلاق بعيار 122 مليمتر، والنسخة الأقوى تورنادو إس والتي تأتي ب 12 صاروخ من عيار 300 مليمتر، وجميعهم مثبت على شاحنات ثمانية الدفع. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. تورنادو إس راجمة عملاقة يبلغ طول هيكلها 11.2 متر وعرضها 2.5 متر وارتفاعها 3 أمتار، ويبلغ وزن العربة والقاذفة المولفة من 12 أنبوب مع الذخائر والوقود 44 طناً. أما العربة فهي من طراز كام أي زد ثمانية الدفع، يمكنها السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة على الطرق الممهدة وبسرعة 55 كيلومترا في الساعة في المناطق الوعرة، ويبلغ نطاق عملياتها 1000 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. ولا تحمل العربة أي صواريخ إضافية سوى الصواريخ المذخرة داخل الأنابيب، مما يتطلب مرافقة شاحنة أو أكثر لنقل الذخائر. أما الطاقم فهو مؤلف من فردين هم المسدد والسائق، ويتعاون أفراد الطاقم جميعهم في حل المشاكل الفنية وحل معادلات التسديد والرمي والتحميل. تحتاج تورنادو إس إلى 8 دقائق لتذخير المنظومة، وإلى 3 دقائق للانتقال من حالة الاستقرار أو التنقل إلى حالة الرمي، وتحتاج فقط إلى 20 ثانية لإطلاق كامل حمولتها من الصواريخ. كيف تحرق راجمات تورنادو أهدافها؟ من الإجحاف أن تكون تورنادو إس في فئة الراجمات وليس القاذفة الأرضية، ذلك بالنظر إلى نوع وحجم ومدى الذخائر المستخدمة فيها، حيث أن قطر الصاروخ الواحد يبلغ 300 مليمتر مع اختلاف أنظمة الدفع والتوجيه والرؤوس الحربية، بينما يتراوح مدى الذخائر بين 100 كيلومتر و 200 كيلومتر بحسب نوعها، وتنقسم الذخائر إلى عدة أنواع سنذكرها بالتتالي من الأكثر شيوعاً واستخداماً حتى الأقل. صواريخ 9M529 الحرارية يبلغ وزن الصاروخ 1964 كيلوغراماً، تضم رأساً حربي بوزن 243 كيلوغراماً، وباستطاعته توليد انفجار بقوة 50 كيلوطن. هذا النوع من الذخائر مخصص لتدمير المباني الضخمة ذات الخرسانة المسلحة وتدمير شبكات الأنفاق والملاجئ ومباني القيادة العسكرية وحظائر الطائرات. يعمل الصاروخ بالدفع الجاف ويبلغ أقصى مدى له 90 كيلومتر. يليها صواريخ 9M542 ذات التوجيه الفضائي والتي يحمل الرأس الحربي فيها حاضنة قنابل عنقودية مضادة للأفراد والمجنزرات تصل إلى 250 كيلوغراماً محشوة بمئات الكرات المعدنية التي تتطاير في كل الاتجاهات لحظة انفجار القنبلة. يمكن لهذا النوع من الذخائر تغطية مساحة 1800 متر مربع. الذخائر التكتيكية. وأخيراً صواريخ 9M544 عالية الدقة والموجهة بالأقمار الصناعية جلوناس، وهي ذخائر تكتيكية يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة العالمية جلوناس، ويتم دفعها بواسطة محركات تعمل بالوقود صلب ويصل مداها إلى 220 كيلومتراً. تحمل هذه الصواريخ تشكيلة واسعة من الرؤوس الحربية منها العنقودية والحرارية والفسفورية، وأخطرها الرؤوس الذكية والتي تحتوي بداخلها على 15 قذيفة صغيرة
باحثة عن المدرعات، ويتم استخدامها في قصف معسكرات الأعداء وخطوط الإمداد، وتتكفل القذائف المنزلقة من الرأس الحربية بتتبع الأهداف ذات الكتلة المعدنية الضخمة وتدميرها. وتميزت هذه الذخائر بدقتها في تحقيق الإصابة بمعدل خطأ لا يتجاوز 4 من 15 مقذوفاً. كيف تعمل راجمات تورنادو آس؟ تستخدم تورنادو نظامي تسديد. الأول ميكانيكي، يحتاج إلى ناظم بصري تتم موازنته عبر محور من 3 نقاط، بالإضافة إلى بوصلة مليمترية ومزواة لقياس الميلان. وبهذه الحالة سيكون على المسدد حل نشرة جوية وبعض المعادلات الحسابية التي تأخذ بعين الاعتبار سرعة الصاروخ وسرعة دوران الكرة الأرضية ومعدل دورات الصاروخ حول محوره. وباستخدام هذا النظام يحتاج الطاقم إلى 9 دقائق للتوجيه والتسديد والإطلاق و6 دقائق لإعادة التذخير. أما النظام الثاني فهو نظام إلكتروني يقوم كمبيوتر خاص مدمج بالعربة وموصول به مستشعرات عديدة بتلقي بيانات الموقع التي تربط فيه القاذفة وبيانات الموقع المستهدف، ويقوم بشكل تلقائي بتوجيه القاذفة نحو هدفها في 3 دقائق. وعادة ما يكون هذا النظام أكثر دقة في التصويب، خصيصا مع استخدام الصواريخ الموجهة التي تطابق معلومات الصاروخ مع معلومات كمبيوتر المنصة لتحقيق أفضل إصابة. يعمل النظام الثاني عبر الربط مع الطائرات التجسسية الروسية التي تستكشف مواقع العدو وتعطي إحداثيات الأهداف لكمبيوتر العرب مباشرة، والذي يقوم بدوره بتوجيه النيران إلى الهدف. ومع استخدام الطائرات المسيرة إلى جانب تورنادو أصبحت رماياتها الصاروخية أكثر دقة، وتصحيح أخطاء الرمي أصبح أكثر سرعة. الحرب الأوكرانية والتاريخ التشغيلي. منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير شباط من العام المنصرم، كانت القاذفة تورنادو رفيقة القوات البرية الروسية في كل قطاعات المعركة، وبحسب مقاطع فيديو بثتها وزارة الدفاع ملتقطة من طائرات تجسس أوران، فقد تمكنت راجمات تورنادو وسميرتش من تدمير معسكرات للقوات الأوكرانية وتجمعات لمركبات عسكرية وأنظمة دفاع جوي، منها بطارية صواريخ S-300 ومجموعات رادار. ولو أردنا أن نطلق حكماً على أداء تورنادو في الحرب الأوكرانية من خلال تلك المقاطع المصورة، فيمكن القول بأنها مذهلة. مذهلة من حيث القدرة التدميرية وسرعة الاستجابة للأهداف الطارئة، وأكثر ما يثير الإعجاب فيها الدقة العالية، حيث لم تتجاوز نسبة الخطأ على مسافة 90 كيلومتراً أكثر من 10 أمتار. ولم يكن حضورها في أوكرانيا حديث العهد، فقد كانت جزءاً أساسياً من المنظومة الصاروخية الروسية خلال اجتياح شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس في العام 2014، واستخدمتها أرمينيا في الفترة ذاتها في مواجهة القوات التركية والأذربيجانية التي سيطرت على إقليم قارباخ الأذري أواخر العام 2020، كما لعبت دوراً أساسياً في حرب الشيشان الثانية عام 1999، حيث قصفت روسيا بآلاف الصواريخ المجموعات الشيشانية في مرتفعات القوقاز. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات الإعصار تورنادو إس؟ أخبرنا في التعليقات وشاركنا باسم الراجمات المنافسة لها.